راه ما يمكنش، غتقولوا او كيفاش هاد الثمن هذا غادي يعالجنا؟ اي 72 درهم فقط في الفرماسيان، 72 درهم فقط في الفرماسيان وغتعالجي وجهك اللي كتعاني من الكلف، كتعاني من الحبوب، كيطرطق لك وجهك بالحبوب، التصبغات القديمه والجديده. انا بعد الكلف كنبقى لي واحد شويه هنايا، اقسم بالله البنات هادي درت لي واحد تقشير كامل لوجهي، تخيلوا معايا بدلت الجلده كامله، سبحان الله. انا كنت حقراها كنقول ويلي زعما 70 درهم غدير لي شي حاجه، موحش. والسلام عليكم، اهلا وسهلا الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ هانيين ناشطين فرحانين؟ توحشتكم بزاف بزاف، طولت عليكم الغيبه. انا رجعت لكم ورجعت فيديو عمري لا لا لا. اي المهم اليوم لا لا فيديو ممتاز، عجبني الحال انني غادي نشارك معكم. المهم قبل ما نبداو لا فيديو بغيت نسلم على الحبايب ديالي الامازيغ في مكانه، عزورتي الكوكوينين عزانين ملي كتقامتي الحب باش انت البوبوسينين عزانين يسجيجون تسقامت على خير تتحيرم تيضي النير. ايوا ان شاء الله داهي سميق ربي تستعتي فولكينا الضحك والسكر كرا العوايد نحي مازيغ نحي النص يدي ربي يا مرسرس الجيجة متبي متفلس غير كلي فدا. المهم حبوباتي اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الفيديو اللي هو رائع بزاف واللي طلبتوه مني وكنلقاه في التعاليق وفي الانستغرام، يعني ديما السؤال نفسه كيتكرر. ولكن قبل ما غنبداو هذا الفيديو هذا، اللهم صل وسلم على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. او على بركه الله الفيديو ديال اليوم شنو غادي نديرو فيه، شنو غادي نقدم لكم فيه؟ فيديو خطير البنات، بغيتكم تبارطاجيوه بقوه. علاش؟ لان عن تجربه ديالي وعمرني ما حلفت لكم في القناه، جامي حلفت لكم، اقسم لكم بالله العلي العظيم الى هاد الوصفه اللي غادي نعطيكم اليوم فعلى تقليدي انا، والله ثم والله لنتيجة خطيرة خيالية. أنا تصدمت فيها، أقسم بالله تتصدمت فيها البنات. ما هي سربينا السلطانة؟ أنا جايكم الهضرة بنات، اللي وصلوا هذا الفيديو، اللي وصلوا منكم هذا الفيديو بارطاجيه لصاحبتك، بارطاجيه لعمتك، اختك، خالتك، اي وحده جارتك، لان فعلا غزال واي مرا غادي تحتاج لهاد الوصفه هذه، سواء عندها هاد المعاناه سواء ما عندهاش. علاش؟ انا جايكم الهضره، ولكن دائما كنقولها لكم، الفيديو بداوه من الاول، ما تسرعوش الفيديو، ما تدوزوش الفيديو باش تستافدوا، لان نقدر نقول لكم شي حاجه وانتم دوزتوها وانا قلتها ما شفتوهاش، فانتم اللي كتحملوا المسؤوليه. حيت بزاف ديال الناس كيسرعوا الفيديو مثلا ولا كيدوزوا الفيديو، كيجيو كيقول عافاك السلطانه وشنو غادي نديروا في هادي وهادي وشنو ما قلتيش لنا الطريقه. قالت انا في اي فيديو كنشرح دقه دقه، اي سؤال اي حاجه عطيتها لكم بارطاجيتها فكن نشرح لكم اي حاجه. بالنسبة للوصفة قنبلة 2024 حصريا على قناة سلطانة فلوغات، اي لي لايك، يلا تهلاو فيا غير بلي لايك، اللي ما كتقراش تحط ليا غير شي قلية، عطوني التعاليق، كتبوا اي تعليق، قولوا لي شنو بغيتوا شنو حبيتوا انني نشارك معاكم، راه بيكم، شجعونا شجعونا كثر البنات، شجعونا كثر باش هكا نعطيو كثر. راه والله بداك التفاؤل وبداك الكلمات الزوينين الا كتعطيك واحد الطاقه اللي هي ايجابيه انك تستمري في اليوتيوب. يلا هالبنات، الوصفه ديال اليوم خاصه بالبنات اللي كيعانيو من البقع السوداء، من تصبغات، من الحبوب، الحبوب اللي مطرطقه البنات. عاود لكم شنو وقع ليا في وجهي، راني خبرت عليكم دابا تقريبا 15 يوم وانا كنعالج، والحمد لله لقيت واحد النتيجه اللي ما يمكنش، وهزيت الكاميرا دابا درت والو، غادي نبارطاجي معاكم لان شي حاجه درتها انا جربتها وصدقات لي راه ما يمكنش مستحيل انني ما نبارطاجيهاش معاكم. المصداقيه ثم المصداقيه اساس في هذه القناه الحمد لله، واخا ما عنديش المتابعين بزاف، واخا القناه ديالي صغيره، واخا انا حامده بها ربي وشاكره، اللهم قليل مداوم ولا كثير مقطوع. بالنسبه لهاد الوصفه هذه صراحه استعملتها مده ديال 15 يوم اللي انا غبرت عليكم. اخر فيديو الا شفتو البنات اللي ردوا لي البال راه طرطق لي وجهي بالحبوب، بزاف ديال البنات راه شافوني فهاد الجهه كامله طرطق لي الحبوب هنا هنا وهنا. شنو السبب؟ انا غادي نقول لكم السبب. البنات وقع لي واحد المشكل
بالنسبة لحبوب منع الحمل ما جاش معايا نهائيا، زائد الهرمون اللي كتساعد انها تجيك العادة الشهرية، فتخربق لي الهرمون ديال الدات ديالي كامل البنات، قسما بالله الا دزت في واحد الخلعه راه اش غنقول لكم، عدوك ما تبغيهاش ليها، عدوك ما تبغيهاش ليها، لان باقي بنتي صغيره، باقي ولدي صغير، باقي انا باقي ما مرتاحتش من صهير الليل والتربيه وهذا، عاد تزيد عاوتاني تولد، فصعيبه بزاف حبوب منع الحمل، فما وافقونيش نهائيا البنات، فحبستهم نعالج راسي براسي، حيت انا اللي عارفه شنو كيضرني وشنو ما كيضرنيش، كوني انت طبيبه لراسك تعرفي شنو كيصلح لك وشنو ما كيصلحش لك. المهم البنات صافي حبست داكشي الحمد لله، عاد ما تقاد ليا الهرمون ديالي ملي جيت نشوف، حيت انا يعني من حب الشباب صافي ما بقاش انا فيا الحبوب، يعني الحبوب كيجيك مره في الشهر مثلا كتطرطق لك حبوبه ولا جوج صافي كتمشي، هذه حاجه طبيعيه، ولكن انه يطرطق ليا كامل فانا خلاني بزاف والله تخلاني، لدرجه وجهي صافي بحال تشوه شيئا ما، صافي تشوه الدم ديالي تغير اللون ديالي زراق، شنو السبب من داك الهرمون ومن دوك الكينات اللي استعملت. بالنسبه للهرمون بوحدو دابا نوريه لكم ان شاء الله، هو زوين، هو زوين ولكن كيلعب بالهرمون كيطرطق الحبوب البنات. بالنسبه اللي كان عندها مشكل في العاده الشهريه زعما زوين ليها صراحه، ولكن هو اللي خرج فيا، خرج عليا على وجهي، خرج لي على البشره ديالي، فحبست كل شيء الحمد لله، جاب الله قبل ما يفوت الفوت، عالجت نفسي بنفسي. عندي طبيبه صاحبتي سولتها قلت لها شنو كاين شنو كاين، قالت لي عليك بهاد البوماده اللي غادي نشاركها معاكم دابا. بوماده راه ما يمكنش البنات، راه غادي تحقري الثمن ديالها غير في الفارماسيان، نقول لكم الثمن غادي يصدمكم، الثمن راه ما يمكنش، غتقولوا او كيفاش هاد الثمن هذا غادي يعالجنا، ايه 72 درهم فقط في الفارماسيان، 72 درهم فقط في الفارماسيان وغتعالجي وجهك. اللي كتعاني من الكلف، كتعاني من الحبوب كيطرطق لك وجهك بالحبوب، التصبغات القديمه والجديده، انا بعد الكلف كنبقى لي واحد شويه هنايا، اقسم بالله البنات هادي درت لي واحد تقشير كامل وجهي، تخيلوا معايا بدلت الجلده كامله، سبحان الله. انا كنت حقراها كنقول ويلي زعما 70 درهم غدير لي شي حاجه موحاش، ولكن يا البنات راه ما يمكنش. يلا بوماده وحده اللي درت فيها الحمد لله، هانتوما تبارك الله كتشوفوا وجهي تعالج بمعنى الكلمه، واحد النتيجه اللي فرحتني بزاف بزاف، وقلت والله تنشاركها معاكم، لان شي حاجه اللي هي مجربه مليون في المية، وكنبصم عليها وكنحلف لكم اقسم بالله العلي العظيم الى هاد البوماد هادي. هانتوما البنات شوفوها مزيان، شفتوها هي هادي، هي هادي، كنتمنى انها تكون بانت لكم، ها هي انا غادي ندير لكم هكا باش تبان مزيان، بلاتي في الكرتون غادي تبان حسن. ديفيرين، ديفيرين هي 0.1%، 0.1%، هذا البنات قسما بالله لا غير خذوها، سواء كتعاني من الحبوب، من تصبغات، من الكلف، بالخصوص العيالات اللي عندهم الكلف، هادي كتقشر لك الجلده كامله، ما تخافوش راه غادي تنشف الوجه، ولكن من بعد داكشي غادي ندير معكم وصفه ماشي في هذا الفيديو هذا، ولكن بالنسبه للتقشير اللي دارت ليا هادي راه مستحيل. عرفتوا شنو هو؟ بدلت الجلده، بدلتها كامله ديال وجهي، تخيلوا معايا هكا كنهز الجلده وكنحطها هكا هكا هكا، واعر البنات غير خذوها، هذه راه صالحه البنات اللي عندهم حب الشباب، كننصحكم بها، هذه كننصحكم بها والله الا راه باقه فيها، ها نتوما راه ها نتوما شتو راه باقه فيها، شتو الطريقه ديالها البنات. اجيو عندي غادي نقول لكم، غتغسلوا وجهكم بالصابونه ديال الحجره، صابونه ديال الحجره، غتاخذوا صابونه ديال الحجره غسلي وجهك مزيان، نشفيها لالا غير كلينكس، من بعد غديري هاد لابوماد هادي، ولكن بعدي من عينيك، ما توصليهاش للعينين ديالك، لانها راك شويه كتشوط من اول الاستعمال، كتشوط من بعد ما كتبقاش تشوط، انا في الاول شوطاتني حتى ولا دوك الدموع اللي كيهبطوا لي من هنايا بحال كيحرقني هنايا، من بعد درت ليه زيت ارغان الحمد لله مشى داك الحريق اللي كان عندي هنايا، ولكن البنات راه قلت لكم بدلت الجلده ديال وجهي كامل، واعره واعره واعره، بارطاجيها لصحاباتك، اقسم بالله لا كنسالكم غير رحمه الوالدين، رحمه الوالدين وبالشفاء العاجل لاي وحده،
والله يا البناتي لا راه كتستحق هذه تاخدوها، خدوها خدوها خدوها. اي سيده خص هذه ضروري تكون عندها في الصاك، ما تخطاتش نهار تبان شي حبوبه طلص باباها في البلاصه. يا البنات كتكرم في البلاصه، كتكرم وكتصفي البشره، كتصفيها كدير تبيض. عرفتي راه اللي كتعاني من دوك التصبغات، انا كنكره التصبغات في الوجه بالخصوص في الوجه، راه هو كل شيء. الوجه تهلاو في البشره ديالكم. شنو كديري يا سلطانه؟ شنو كديري يا سلطانه؟ هذه اول مره غادي نستعملها، ولكن من بعد ما خرج فيا الحبوب، انا جبتها على اساس الحبوب ودوك البقع اللي بقاو ليا. قالت لي الطبيبه صاحبتي هانتي خدي هذه وردي عليا الخبر، وفعلا عطاتني مفعول كبير وعالجات لي الكلف. الكلف البنات، البنات اللي الله ولدو، ما ديروش بحالي، ما ديروش بحالي انكم ديروا الوصفه الطبيعيه كتعطل باش تعطيك المفعول. هذا البنات راه كتعطي واحد النتيجه سريعه، وما كرهتكمش انكم تاخذوها، كثرت عليكم البلبلباله، ولكن حيت كتستحق. ها هي ديفيرينا البنات، خدوها وما غتندموش عليها، خدوها ما تندموش عليها. الا قلت يلا هادي نهار نهار ولدي خصها تكون في الصاك ديالك، في الباليزه ديال الولاده، في الحقيبه ديال الولاده ديالك، كي تخرجي من العمليه عندك البقع الداكنه ولا عندك الكلف، طلصي باباها لوجهك، ديريها مزيان في البلايص اللي عندك المشكل. جيت صفا لان داك الحبوب خلى لي دوك البقع كرهتهم لاقصى درجه، تكرهت وجهي وكرهت وجهي. ما بقيتش حامله نشوف راسي في المرايه، والله قاسم كنكره الحبوب، حيت كندوزها عليا في حب الشباب. ملي كانت عندي نقول لكم من 15 عام، ديك الساعات انا بداني حب الشباب 15 عام 16 عام، ما فاتني داكشي حتى 21 عام وحق الله. ومن تما ما بقاش فيا الحبوب، يعني ملي درت 21 عام مشى داك الحبوب كامل، ولكن حتى لدابا عاد خرج فيا الحبوب. صافي تخلعت البنات، ولكن سبابي انا قلتها لكم. المهم ها نتوما هادي. وبالنسبه للسير اللي كندير دائما البنات، والبوماد اللي ما كتخطانيش، حيت بزاف ديال البنات كيقولوا سلطانه عافاك قولي لنا السير ديال البشره ديالك، غزاله بيضه فنه كتعجبنا البشره ديالك. الله يعزكم الله يحفظكم البنات، اللي الله يخطيكم، والله ما غنخبي عليكم شي حاجه. الحاجه اللي كنديرها غادي نبارطاجيها معاكم، كلشي من الفورماسيون انا البنات، وشي حاجه اللي هي متناول الجميع، واخا ما يكونش كاع عندك غادي نشيط من المصروف، نحيد 10 دراهم من هنا 5 دراهم من هنا وكنشيط شي حاجه. المهم بالنسبه للعيالات اللي كيقولوا مثلا ما نقدروش ناخذ ديك الحاجه، وفري شويه وخذي راسك، ما تنسيش راسك، فتا انت راه كتحتاجي العنايه كيف ما كتهلاي في وليداتك وكتهلاي في راجلك وتجمعي دويرتك وهذا، فاكيد حتى انت ما تنسيش راسك الحبيبه ديالي، حتى انت راه راسك عليك امانه باش تهلاي فيه وتمتعي وتهلاي في راسك وتضحكي وتلعبي وتلبسي. وعلاش لا اختي، مره مره الانسان يتهلا في راسو ما فيها باس. بالنسبه للبوماد اللي انا كنديرها ما كتخطانيش نهائيا، من نهار عقلت على راسي البنات، اول مره غادي نشاركها معكم. ممكن حيت بعد المرات راه الله يحسن العوانكم، بعد المرات كنسى كنقول بلاتي دابا نشاركها معاهم، دابا نشاركها معاهم، كتمشي عاوتاني وكنسى. ها هي البنات البوماده الصفراء ديال الجلد، ماشي ديال العينين، هادي ديال الجلد راه فيها. ها هي هنا اوريو ميسين، سميتها اوريو ميسين، اوريو ميسين 3%. انا غادي نقربها لكم الكاميرا، شفتوها البنات؟ ها هي اوريو ميسين، شفتوها البنات؟ هذه ما تخطاكمش البنات، ما يمكنش. هذه مرطب، كتبيض، كتوحد اللون، كتعطيك واحد الرطوبه للبشره، ما كتخليش البشره تنشف. واخا هذه صالحه لجميع انواع البشره، سواء انت عندك بشره جافه او مختلطه او دهنيه، ما تخافيش ديريها. البنات اللي كيعانيو من الحبوب، ما عندكش الماديات باقي كتقراي، خودي هذه ديباني بها راه واعره وتبعيها. بالنسبه للعيالات اللي كيعانيو من التجاعيد، البنات اللي كيدخلوا في الثلاثينات ردوا بالكم وتهلاو في البشره ديالكم، لان التجاعيد الا ما حاربتيهمش من الصغر فاكيد كوني على يقين انك غادي تعقدي في سن مبكر. بالنسبه للبنات تهلاو في هذه البارتيه، هذه تهلاو في هذه البارتيه، هذه دائما البلايص اللي عندنا رطيبه او الجلد رقيقه، فحاولوا ما امكن ديما هاد البلايص ديما ديروا لهم ترطيب. هذا البنات كنديرها ليل ليل، كنغسل وجهي بالصابونه، اي صابونه عندك، الا ما عندكش حساسيه من صابونه دوف انا كتعجبني وما كدير ليا حتى حاجه، كنغسل بها صراحه زوينه.
اللي ما كتعجبوش الصابونه ديال الريحه ديري الصابونه ديال الحجره. ها هي البنات، ها انتما يلاه سالت لي وحده، هي عاوتاني وحده اخرى. ديما انا هادي ما كتخطانيش في الصاك ديالي، ديما معايا، حتى يديداتي كان بعض المرات كنديرها ليهم، كنديرها ليديا، كنديرها لوجهي، ديما اي حاجه كنطبقها بالنسبه بحال هاد لي بوماد هادو كنطبقها حتى للعنق ديالي. ديما اي حاجه درتيها لوجهك سواء في لي ماسك اولا القماش اولا اي حاجه فطبقيها حتى على العنق ديالك. بالنسبه للبوماده هي هذه راه واعره البنات، فهذه ما كتخطانيش نهائيا نهائيا. كندير هذه بالليل، كنفيق في الصباح يا لالا، كناكل بنينه راه كنجيب بنانه كبيره اختي، عيني كبيره، كناخذ بنانه كناكل فيها النص، وكناخذ هاد الجلده هادي كنحتفظ بها حتى هي ما كنرميهاش حتى هي، كندير بها كريم من بعد ان شاء الله ونشاركو معكم. بالنسبه لهاد البنانه هادي انا كنعطيكم السر اللي كندير يوميا. بالنسبه اللي بغات تهلا في البشره ديالها وتكون عندها بشره كل بلاره تبقاي غير تشقشقي بالبيضيه، اي هلالة بنانه كناخذ النص وكناخذ واحد طريف ديال البنان، كتاخديها لالا كديريه في طويصه كتمعسيه بالمعلقه ولا بالفرشيط، معسيه معسيه ما تقسيش بيديك، معسيه بالفرشيطه. من بعد كديري نقيطه ديال البلديه الا عندك اللي ما فيهاش الملحه، انا كنأكد عليها. ما بغيتيش ديري الزيت ديال العود غديري لالا الزيت ديال السمسم اولا الزيت ديال اللوز الحلو، بحال بحال اي زيت عندك. انا غالبا كندير زيت السمسم. علاش زيت السمسم؟ زيت السمسم فيه فوائد البشره، هو واقي شمسي للبشره، كيبيض البشره، كيحميها من اشعه الشمس. فالزنجلان كننصحكم به راه واعر 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 البشره، سواء في الزيوت سواء في الوصفات ديال زيت الزنجلان سواء في الزريعه ديال الزنجلان، فهو خطير بزاف. وان شاء الله غادي نشارك معكم جميع الوصفات ان شاء الله. كتاخدي شويه البنان، كتاخدي تقريبا معلقه جهد معلقه كبيره، معسيها مزيان، كتضيفي عليها اي زيت عندك سواء زيت اللوز الحلو سواء ارغان سواء زيت العود، غير زيت العود ما تكونش فيها الملحه البنات كنأكد عليها. كديري واحد المعلقه ديال العسل وشويه ديال القرفه ونقيطه ديال الحامض، اللي عندها الحساسيه مال الحامض بلا ما ديريه، ما ديريهش نهائيا. هذا كنديرو يوميا كل صباح كي كنفيق، كنفطر ولدي، كنصيفطو للمدرسه، كنصايب الماسك ديالي يوميا. مستحيل انني نبقى بلا ماسك على الصباح، على النبوري مع السبعة ونص ديال الصباح كتلقاني مطلصه وجهي كتلقاني ديما مطلصه وجهي، كيقول لي ناري راجلي غير كيشوفني كيقول لي علاش انا مطلصه، كنقول لي يا خويا مطلص ومالك اخويا تنش دخلك اي دخلك اخويا بيا. المهم بنانه كما قلت لكم، زبيطه، عسيله، حامض، او شويكيك ديال القرفه اللي على الحساسيه واللي كدير لها تهيج في البشره، فحيدي هاد جوج الحامض والقرفه حيديهم. شكو كديري؟ كتخلطي المكونات كاملين وكطلصيهم في وجهك. سير اختي شقاي، سير اختي خدي لك قهيوه، جلسي ارتاحي استمتعي، صنتي القران، ديري الموسيقى اللي عجبك اللي كيريحك، ماشي انا اللي غادي نقول لك شنو غتصنتي، صنتي اي حاجه اللي كتريحك. هذا مكان. ومن بعد لالا كتغسلي لي داك الوجهيه، نقيه مزيان، نشفه اختي غير بكلينكس طريقه، ما تبقاوش تمسحوا وجهكم بهذا، هاكا كنمسحوا وجهنا غير بالمهل، مسحي مسحي بحال هكا تتمسحي وتنشفي. وديك الساعات دهني واحد الزيت اللي مستحيل نبقى بلا به. البنات الفيسبوكيات اللي متبعيني هذه 3 سنين في لي لايف، هاد الماسك راه كيعرفوه، وهاد المكون الاساسي اللي ما كيخطانيش نهائيا كنديروه على طول النهار، سواء ما كنتش غادي نخرج اولا ما غاديش نماكي اولا. غالبا الماكياج كديريه غير بالليل ملي كتكوني مع الزوج ديالك، وملي كتكوني جالسه معاه ولا هذا، ضروري المراه كتهلا في راسها، ضروري ضروري ضروري. انا كنبقى حيت راجلي كيبقى نهار كامل خدام، غير كيجي كياكل وكيمشي عاود. من بعد ما كنغسل هذا الماسك هذا، ها السر فين كاين اخويتي، ها هو شتو شتو هو هذا البنات. كنمسح داك الماسك اللي كندير ديال البنان، ومن بعد كنغسل وجهي كنشفو وكنرطب يا البنات بهادي.
هاد الزيت هادي ديال الكوك كدير واحد اللمعه للبشره، راه ما يمكنش. شوف شوف، خطير خطير خطير، ما يمكنش. انا هاد زيت الكوك راه ما كتخطانيش نهائيا. غادي نقول لكم النوعيه علاش انا دايراها هنا. هادي راه زيت الكوك، شتوها كتجمد اصلا، هي كتجمد. غادي نقول لكم السر، كناخذها. هذا هي لا مارك ديال الزيت اللي كناخذ ديال باكستان، حلال، مكتوبه فيها حلال، كتكون في هاد الكانيط هادي ديال الجالوق. شتوها، انا كي كنجيبها كنديرها في حمام مريم، كندير كسرونه وكسرونه من التحت فيها الماء اخر، كنحط القريعه ديالي كندوبها، كناخذ هاد القرعه ديال الزاج اللي كتكون ديجا معقمه، وكنخوي فيها داك الزيت وكنحافظ عليه في البطاطا ديالي ديال الزاج فهاد القريعه هادي، وكنديرها يوميا. كنديرها لشعري، كنديرها حتى لبنتي، شعرها بنتي تزادت قرعه، ما عندهاش شعر نهائيا، والله حتى تعقدت انا في بلاصه بنتي. ابوي انتش غندير لبنتي، امي انتش غادي ندير لبنتي، والله يا البنتي الا تبعتها ليها الى رحمه سيدي ربي. غزاله بالنسبه للبشره، كنديرها في لي ماسك، كنديرها للشعر، كنديرها لاي حاجه، واعره 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 بالنسبه للبشره. انا غادي نهضر لكم على المنافع ديالها المهم البنات، من بعد ما هضرت لكم على جميع المنافع ديال زيت الكوك بالنسبه للبشره بالنسبه للشعر. النصيحه الاولى اللي غادي نعطيكم قبل ما تشروا هذا زيت جوج الهند او الزيت ديال الكوك، فهذا هو الفري البنات، ردوا البال حيت كاين فيه المزور. هذا هو النوعيه الجيده اللي انا كنستعملها. وبالنسبه للفوائد ديالو فغادي نتكلم لكم على كل شيء ان شاء الله. وبالنسبه للزيت المزور ردوا البال، ها نتوما راه غادي نحط لكم الصوره، راه كاين فرق كبير. اللي مكتوبه بالفرنسي ما تاخدوهاش، باللغه الفرنسيه ما تاخدوهاش، خدوا هذه اللي مكتوبه بالعربيه. بالنسبه للزيت ديال الكوك البنات، كتحمي لنا الجلد الجاف بالخصوص، كتعطي واحد الرطوبه واحد اللمعان عاليه للبشره، وكيحمي كذلك الجلد من الامراض الجلديه، كذلك ازاله خلايا الجلد الميته اللي كيمتصها الجلد بسرعه، كيأخر حدوث التجاعيد، وكيمنع الشيخوخه المبكره لانه كيحتوي على فيتامين او. ومن اهم الفوائد انه فيه حمض اللوريك اللي كيكون وكيمنع نمو البكتيريا الضاره، وكذلك كيحمي الجلد من الحروقات الناتجه عن اشعه الشمس بلي فيها الاشعه فوق البنفسجيه والحروق البسيطه، كذلك كيوقينا من ظهور الحبوب، وكيساعد من التخلص من الاثار ديال الحبوب، كيخفف من البقع الداكنه. مما كنفضلو انا من بزاف ديال الزيوت اللي كيكون واحد العنصر اللي هو اساسي في بزاف ديال الخلطات اللي حنا كنستعملوها للبشره ديالنا. اما بالنسبه للفوائد ديال الزيت بالنسبه للشعر، فهو كيساعد في حمايه الشعر ومنع التساقط، وكنصح به البنات اللي عندهم الشعر الجاف، فهو كيساعد في ترطيب ديالو، كيقوي البصيلات ديال الشعر وكيحميها من التكسر، وكيتستخدم كذلك كبديل لبلسم الشعر، فعلا كيرطب الزغبل لواحد الدرجه خياليه، وكذلك كيحفز فروه الراس في انتاج الكولاجين. نتمنى انكم تاخذوها، والصراحه راها غزاله بالنسبه لترطيب البشره، وكتبيض كتوحد اللون، وانا راه ما كتخطانيش نهائيا، كتخلي واحد لابغيونس في البشره واعر واعر واعر. بالنسبه للزيوت اللي كنستعمل مره مره بالنسبه في الليل، اولا كتكون عندك شي تهيج في البشره ديالك، اولا كندير زيت ارغان البنات، ضروري من زيت ارغان مره مره كنديرو، ما كنديروش ديما، مهم كنديرو مره مره، ولكن كنديرو في الليل. مثلا غادي نعس مع 12 كنديرو مع 9 ديال الليل، من بعد ما كنغسل وجهي هن ارغان، وكندير به واحد المساج اللي هو خفيف للبشره. هذا هو سر من الاسرار ديال البشره ديال البنات. تحت الطلب ديالكم بغيت نشارك معكم اي حاجه طلبتوها مني، فعلى راسي وعينيا، بالعكس انا بالفرحه ديالي انني نبارطاجي معكم اي حاجه بغيتوها على راسي وعينيا. بالنسبه لهاد الزيوت ديما كناخذهم من عند نجمه ارغان اللي كاينه في اكادير، فراه ديجا بارطاجيتها معكم. انا بالنسبه للزيوت ديال البنات ديما من عند نجمه ارغان في اكادير، الزيوت ديالهم طبيعيه 100%،
ومرخصين من وزاره الصحه، فهذا علاش انا كنثيق في المنتوجات ديالهم وما كنبارطاجيش معكم اي منتوج من غير ديال نجمه ارقام، فلانها هي اللي ثقه، ما نكذبش عليكم. علاش ما كنبارطاجيش معكم بزاف؟ عطى الله ما نبارطاجي، ولكن انا كنشوف وجوهكم افضل ليا وتاخذوا شي حاجه من عند شي حد وتشكروني عليها، ماشي تاخذوا شي حاجه وتجيو تقولوا لي دارت لينا شي حاجه فوجينا ولا ابدا. انا كنبارطاجي معكم شي ودايره فيهم ثقه. هادشي اللي كان البنات. ايوا المهم بالنسبه للسر اللي شاركته معكم بالنسبه لهاد لي بوماد هادو، من الضروريات البنات بالنسبه لهذا اكثر حاجه، هذا اللي كيعانيو من الكلف واللي عندهم البقع الداكنه واللي عندهم لي طراس في الوجه دوك لي طراس ديال الحبوب قدام، فهادي يا البنات والله لا رحمه سيدي ربي انا حمقتني وداكشي علاش بارطاجيتها معكم. واحد السيده مسكينه قالت لي انت عندك بنيه وعندك تجربه، هي يدي مسكينه يلاه ولدات وبنتها واقيلا عندها شهرين، قالت لي على ما اظن امو ايش نسيتها، امو عبير، امو ما عقلتش على السميه ديالها بالضبط في الانستغرام. هضرات معايا مسكينه قالت لي بنتي كتعاني من التان ديالها كله بيض، البنات اللي عندهم لي بيبي ديالهم وعندهم اللثه ديالهم كلها بيضة، هادوك راه فطريات كتجي بزاف الوليدات الصغار من الحليب من البيبغون من لاتيتين ديالهم. فبالنسبه لابوماد اللي غتهنيكم، شكرا بزاف للدكتوره ملاك الدكتوره ديال الطبيبه ديال ولادي، الصراحه جميع الادويه اللي عطاتني الحمد لله فكيوافقوا وليداتي، وهكا حتى انا استفدت من هاد الطبيبه هادي وبغيت نبارطاجي معكم بالنسبه للبنات اللي كيعانيو وليداتهم اولا لي بيبي ديالهم من الفطريات وحتى حتى الكبار اللي كيتشرح ليهم مثلا اللسان ديالهم اللي الفم ديالهم ديما خانز اولا عندكم شي حاجه شي ريحه خايبه ولا لي شامبينيون خاصه كتكون في بزاف ديال الوليدات وحتى في الكبار. بالنسبه للبوماد اللي قلت لكم هي داكتارين، هي هذه اللي فوق الشاشه، فخذوها راه غزاله بالنسبه للوليدات اللي كيعانيو من هاد لي شامبينيون. اكيد اي بيبي راه ضروري كيزيد كيدوز من هاد الشيء هذا، فطبيعي ما تخافوش ما تخلعوش. وبالنسبه للبنات اللي قالوا لي عافاك شي حاجه اللي كتهدى الاعصاب شي حاجه، انا البنات حتى البشره صافيه، فهاد البابونج هذا اللي غادي نشارك معكم انا المشروب اللي كنختم به النهار ديالي باش نمشي للناس، كناخذ يا اما اللويزه يا اما البابونج. فالبابونج مهم بزاف للبشره، كيصفي البشره كيهدئ الاعصاب وخطير خطير، فيه فوائد عديده بالنسبه للجسم ديالنا كذلك البشره ديالنا. دائما في الليل ضروري انكم ديروا شي حاجه شي اتاي سخون بخصوص هذا البرد هذا، ضروري شي حاجه اللي كتهدئ الاعصاب وتمشي تكيخ تتنعسي، والنعاس راه مهم، النعاس بكري راه مهم انكم تنعسوا. كيدعو عليكم الصغير، فانا من النوع اللي كيسهروني وليداتي بالخصوص البنت باقي ما تعودتش انها تنعس بكري. كناخذ واحد الساشي من هادو وكنديرو في الكويس ما سخون. اليوم درت اللويزه حيت البارح شربت البابونج واليوم غادي نشرب اللويزه، غادي نخليه باش يطلق باش نشرب الكاس ديالي باش نمشي ننعس ان شاء الله. هذا هو سر من اسرار اللي انا كنديرو للبشره ديالي فبارطاجيته معكم. كنتمنى هاد لا فيديو نال الاعجاب ديالكم وتبارطاجيو لجميع صحاباتكم وحباباتكم، الله يحفظكم ليا، وشكرا لاي وحده خلات لينا تعليق ورد قليب، شكرا ليها بزاف. بالنسبه لكي الحب بشي انتي مزيغين والبنات الاكيد اللي كيتبعوني، فان شاء الله قريب نحتفلوا بعيد يناير اللي هي السنه الامازيغيه، فغادي نقربكم من العادات والتقاليد الاصيله المغربيه الامازيغيه ان شاء الله اللي معروفه عند ناس ديال سوس وبالخصوص نواحي تيزني تفروت اكادير. فان شاء الله كنتمنى انكم تشجعونا اكثر وتزيدوا طلعوا لي القناه ديالي، فراه بزاف وانا في هذه القناه وما بغاتش تطلع. الحمد لله انا الحمد لله القلب بيض وكنبارطاجي معكم اي حاجه من القلب، كنتمنى انتم تشجعونا اكثر، وشكرا لكم على كل كلمه زوينه على كل لايك حطيتوا لينا واي تعليق اي كلمه، شكرا من القلب، شكرا لكم يا اعز ناس، وسريت لكم الراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ومع فيديو جديد باذن الله. السلام عليكم.